ما يزال البحث مستمرا لفك لغز فرار سجينين في شمال الولايات المتحدة. عاملة سجن داينمورا التي ألقي القبض عليها بتهمة تسهيل عملية الفرار وإدخال معدات للمجرمين قالت إنها بريئة مما وجه إليها. وسائل الإعلام الأمريكية تحدثت عن علاقة عاطفية جمعت عاملة السجن مع الفار ديفيد سويت الذي كان يقضي حكما مدى الحياة، بينما كان يقضي الفار الثاني ريتشارد مات حكما بالسجن لمدة 25 سنة. المجرمان نفذا عملية فرار محكمة للغاية بخرق فتحات في زنزانتيهما وكسر أنابيب معدنية تحت الأرض بواسطة أدوات كهربائية. نعمل على مدار الساعة ونوجه رسالة إلى دافيد سويت وريتشارد مات، نحن قادمون إليكما ولن يتوقف بحثنا قبل النيل منكما. إنها حادثة الفرار الأولى من منشأة كلينتون الإصلاحية في داينمورا شمال نيويورك التي بنيت قبل ما يزيد عن 150 عاماً. في هذه الأثناء تتابع السلطات عمليات البحث عن الفارين في محيط السجن، حيث نشر أكثر من 800 رجل شرطة في الغابة القريبة وعلى طول الخط السريع لإلقاء القبض على الفارين.